عرض اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. الوزير الأول أكد أن مخطط عمل الحكومة يجسد برنامج رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وتعهداته أمام الشعب، وأن الحكومة ستنتهج مقاربة على المدى القصير بتبني مخططات قطاعية استعجالية تساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير أدنى حد من الخدمات العمومية سيما في المناطق النائية. ستتجه الحكومة مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير أدنى حد من الخدمة العمومية، لا سيما في المناطق النائية التي يسميها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مناطق الظل أو المناطق المنسية. علاوة على ذلك، فقد أعد مخطط عمل الحكومة وفق مسعى يرمي الاستجابة الاحتياجات والتطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب الجزائري في كل ميادين الحياة، مع إحداث قطيعة نهائية ونوعية مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. واستعكف الحكومة التي أتشرف بتسييرها تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية على الانطلاق في تطهير ذلك الإرث الكارثي من خلال بعث وإدارة الورشات والممارسات الجديدة التي تهيئ وتعبد الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه شعبنا الأبي. هذه الحركية الشاملة تتبلور في العقد الجديد، كما قلت، نيو ديل فور نيو ألجيريا، الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية والانتقال التقوي والاقتصادي واقتصاد المعرفة والرقمنة.